طيب الفيديو ده هنخش فيه جون ذا ريبر، ازاي بقى احنا دلوقتي اتعلمنا كرانش ازاي من خلالها اقدر اجنريت باسورد، تمام؟ ودي طول ممتازه جدا كرانش صراحه. وتعلمنا كيول ازاي اقدر من خلالها اجنريت برضو باسورد ليست، بس كرانش بتجنريت باسورد ليست بناء على المواصفات بتاعتك، انما كيول مش بتجنريت باسورد ليست، لا هي بتروح للتارجت ويب سايت ايا كان فيسبوك جوجل مايكروسوفت يوتيوب، وتجيب لك من جواه الكلمات اللي بتستخدم جوه الموقع ده. يعني انت مثلا لو بتعمل اتاك مثلا على شركه فوتوشوب او ادوب اللي هم بتعمل بين تيست على شركه ادوب، هم لما جم يعملوا مش عارف زي احصائيه كده لقوا ان 3 ارباع الناس اللي تبعهم بيستخدموا كباسورد كلمه فوتوشوب، فبالتالي انت لو دخلت جوه موقع ادوب وجبت منه الكلمات بطريقه كيول فانت اكيد هتجيب منه كلمه فوتوشوب، وبعد كده لو خدت كلمه فوتوشوب دي وترنها على اليوزر فهتلاقي في يوزرز كتير بيستخدموا الكلمه دي. فدي فكره كيول، ان الناس اللي تابعين لمؤسسه ما ممكن يكونوا بيستخدموا بعض الكلمات اللي جوه المؤسسه دي، تمام؟ يعني انا مثلا لو في شركه كاسباريسكي ممكن مثلا تلاقي الباسورد بتاعي كاسباريسكي ات 123، ممكن انا بقول ممكن مش اكيد بس ممكن، ده في احتمال انت تلاقي كده. انت مثلا شغال جوه فيسبوك ممكن تلاقي واحد كاتب فيس 123، تمام؟ فدي فكره كيول، ان انا بخش اجيب الباسوردات او اجيب الكلمات اللي موجوده جوه التارجت اورجانيزيشن واستخدمها في عمليه الباسورد اتاك، تمام؟ انت حتى ممكن يعني تاخد دول الريزلت بتاعت دي وتضيفها مع الريزلت بتاعت كرانش ويبقى عندك ليست ضخمه جدا من الباسوردات الممكنه. الحاجه الثالثه اللي انا هتكلم فيها هي جون ذا ريبر، تمام؟ طيب جون ذا ريبر هو بيجنريت وورد ليست؟ لا، هو بياخد وورد ليست موجوده عندك، تمام، وبيطبق عليها بعض الشروط. طيب الكلام ده ازاي بالظبط؟ هقول لك. تعال اول حاجه ناخد اول سطر ده ونفهمه مع بعض، تمام؟ هو ده كده ايه سطر لذيذ جدا، بيقول لك جون مالي عايز ايه مني؟ قال لك استخدم الورد ليست اللي اسمها تيست دوت تي اكس تي. في هنا وورد ليست انا هقولها لك قبل ما ارن ده، كات تيست دوت تي اكس تي، فيها بس الاربع كلمات دول تور وادمن وباسورد من 1 لـ 6، تمام؟ انا بقول له استخدم الباسورد الورد ليست دي، تمام؟ اعمل فيها ايه؟ بقول له طبق لي عليها الرولز. انهي رولز؟ الرول اللي اسمها وورد ليست، هوريك الرول دي فيها ايه بعد كده. ويست دي اوت، يعني طلع لي الريزلت في فايل اسمه جون1.txt وتدوس انتر. تعال نفتح بقى جون 1 نشوف ايه اللي حصل جواها. انت شفت دلوقتي الكلام الاصلي عامل ازاي، ايه اللي بيحصل جواها؟ اول حاجه بيكتبهم لنا زي ما هم، تمام؟ بعد كده بيخلي لك اول حرف كابيتال، بعد كده يضيف لك اس في الاخر، بعد كده يضيف لك 1 في الاخر، بعد كده يكرر لك الكلمه مرتين، بعد كده يقلبها لك، يعني ادمن تبقى ا دا مي اي ان، جابها من العكس في المقلوب، يضيف لك 1 قبليها يخليها كلها كابيتال، يضيف لك 2 وراها، يضيف لك علامه استفهام وراها، يضيف لك 3، يضيف لك 7. ايه اللي بيحصل؟ هو ما بيعملش اي باسورد او ما بيجنريتش اي باسورد، هو بياخد الباسورد اللي عندك ويضيف عليها بعض الكومباينيشن، اضيف لك عليها رقم في الاخر، اضيف لك عليها رقم في الاول، اقلبها لك بالعكس، اعملها لك كابيتال، اعمل لك حروف كابيتال وسمول، كل الكومباينيشن الممكنه، بحيث ان لو حد عمل الباسورد بتاعته باسورد لو هو حب يغيرها، في ناس بتغيرها بشكل نهائي، بس في ناس تقول لك باسورد واحد، في ناس تقول لك انا هعملها باسورد كابيتال، في ناس تقول لك هعملها حروف كابيتال وسمول، في ناس بتقول لك هضيف لك رقمين عليها في الاخر، في ناس بتقول لك هضيف مثلا ات 1 2 3. هي دي فكره اللي هو بيعملها لك دلوقتي، اللي هو بيجرب لك بعض الكومباينيشن عليها. انا ما بغيرش في الكلام، ما بضيفش كلام جديد، بس بعمل لك عليهم بعض الكومباينيشن، اعمل لك اول حرف كابيتال، اضيف لك في الاخر اي ان جي، اضيف لك في الاخر اي دي، وهكذا، على امل ان واحده من دول تنفع. طيب ايه الثانيه؟ ايه السطر الثاني ده؟ هي نفس الفكره، بس انا بستخدم وورد ليست ثانيه اضخم. المره دي الوورد ليست اسمها سنجل، هطلعها في جون 2. تعال نشوف سنجل دي بتطلع لنا ايه. نانو جون 2 سنجل بقى بتطلع لنا حاجات اكتر، هي نفس الفكره بس بتجرب كومباينيشن اكتر وبتجرب محاولات اكتر وبتدي لك بعض التعديلات الاكتر، يعني هم عددهم ضخم جدا. بص قد ايه؟ اكتر 10 مرات مثلا او 20 30 مره من
الورد ليست بتاعت الرول بتاعت الورد ليست، بيجرب لك كل الكومبينيشن الممكنه، اضيف لك ثلاث ارقام قبليها، ثلاث ارقام بعديها، رقمين قبليها، رقمين بعديها، اضيف لك كابيتال، اضيف لك من واحد لخمسه وراها، ممكن واحد يبقى الباسورد بتاعه ادمن، لما يغير الباسورد يخليه ادمن واحد من واحد لخمسه، ممكن الباسورد بتاعه يكون باسورد، ولما يغيره يخليه من باسورد من واحد لخمسه، ممكن يخليه ادمن خمس اصفار او باسورد خمس اصفار. دي الفكره، ان هو بيجرب كل الكومبينيشن الممكنه عليها. فالورد سنجل انا اتوقع ان هي افضل من الورد ليست، او انت ممكن تعمل الاثنين وتمكسهم على بعض، بس اتوقع ان سنجل بيحتوي جواها الكلام بتاع وورد ليست. دي فكره جون، ان انا باخد وورد ليست انت اوريدي عاملها من خلال كيول او من خلال كرانش او من خلال الاثنين على بعض، او انت كتبتهم بايدك او جبتهم من مكان اخر وبعمل لك عليهم بعض الكومباينيشن. سنجل هي افضلهم اتوقع كده، يعني بيضيف لك كلام قبليها كلام بعديها، بيضيف لك حاجات في سنجل الشائعه فعلا في الاستخدام. انا مره الباسورد مش عارف كان كذا، بعد كده غيرت عليه كتبت كام رقم وراه، فدي انا اوريدي بقع فيها، فوارد ان الناس كتير تكون بتستخدم نفس المنطق. فخلال جون ان هو يعمل حته بيسموها مانجل باسوردس او الباسورد مانجلينج، ان انا باخد الباسوردات اللي انت عطاها لي هي هي وبضيف لك عليها بعض التعديلات اللي ممكن يكون حد عملها. طيب حلو جدا. طيب دلوقتي احنا عايزين نشوف وورد ليست وسنجل دول فيهم ايه بالظبط. في فايل عندك بقى اسمه اي تي سي جون كونفيج، ده ممكن نخش عليه نعمل نانو هيتفتح معانا. انا قايل لك هنا تسيرش عليه، سيرش على ليست دوت رولز نقطتين وورد ليست. اوكي نعمل كنترول دبليو ونسيرش، نعمل كنترول شيفت في عشان تعمل كوبي، وبعد كده راجع دايس انتر، هيقول لك دي الرول بتاعتك اللي اسمها وورد ليست. قال لك اول حاجه بتراي ووردز اس زي ار، بكتبهم هم، بعد كده بعمل لهم لور كيس، بعد كده بعمل لهم كابيتال كيس، بعد كده مش عارف لور كيس وكابيتالايز بعض الكلمات، لور كيس وابند واحد في اخرهم، مش عارف كابيتال كيس وابند واحد في اخرهم، وهكذا. طيب تعال نجرب نشوف السنجل بيعمل ايه. هتشيل كلمه وورد ليست وتسيرش على سنجل، دي السنجل، مش دي السنجل اللي احنا جبناها، المفروض سنجل فقط مش سنجل اكسترا، هي دي ليست رول سنجل. برضو هتلاقي بص بيعمل لك بعض الكومباينيشن على الكلام، اضيف لك كذا، اشيل لك كذا، اعمل لك كذا، كل الكلام ده. انا هنا قايل لك لو انت عايز بس تشوف دول بيعملوا ايه هتلاقيهم موجودين في الفايل ده، تسيرش على ليست رولز وورد ليست او سنجل او ايا كان الكلمه انت هتسيرش عليها. طيب انا كمان ممكن اضيف رولز بنفسي، ازاي؟ نفس الفكره، ان انا اكريت فايل زي ما اخش جوه الفايل ده واضيف انتري جواه اكتب فيها ليست رولز، تمام، واروح جاي اكتب لها الاسم بتاعي، الاسم بتاعي ده اللي انا هنجي منها بعد كده، واكتب الرول بتاعتي، ولما اجي استخدمها اروح جاي اقول له الرولز، مش هقول له المره دي لا وورد ليست ولا سنجل، اروح جاي اقول له ماي اون اللي انا عملتها هنا. طيب السؤال دلوقتي ازاي اكريت رول؟ انا هوريك موقع دلوقتي ممكن تستخدمه، اللينك بتاعه هتلاقيه كمان موجود عندك في الفايل ده اهو، حاطط لك اللينك بتاعه. ده بيقول لك كل حرف بيعمل ايه، يعني مثلا الحاجات اللي انا استخدمتها منه، والله يعني انا ما الفتش حاجه انا جبتها منه. قال لك عندك ايه مثلا؟ قال لك ان انت لو عايز اول حرف كابيتال، او يعني انت دلوقتي عندك كلمه اسمها مثلا باسورد، انا عايز اعمل عليها شويه التعديلات، لو قلت له سي سمول، لو كتبت سي سمول معناه ان هيخلي اول حرف منها ايه كابيتالايز، يخليه لي كابيتال. طيب لو قلت له مثلا سي كابيتال يبقى اول حرف هيخليه لور كيس، هخليه سمول زي ما هو. لو قلت له مثلا من لو قلت له علامه الدولار دي وكتبت وراها اي حاجه يبقى الحاجه اللي انا هكتبها هيضيفها على اخر الكلمه. لو كتبت له العلامه الصغيره اللي عامله شبه الثمانيه اللي فوق دي، الحاجه اللي انا هكتبها له بعديها هحطها قبل الكلمه. طيب تعال نبص الرول اللي انا عملتها دي. اول حاجه انا حطيت له سي سمول، يبقى كده هيخلي اول حرف كابيتال. طيب بعد كده انا قلت له العلامه دي، العلامه دي يعني الحاجه اللي هقول لك عليها بعديها هتحطها قبل الكلمه. اللي انا كاتبه ده معناه ايه؟ معناه حط لي قبل الكلمه رقم من 0 ل 9. طيب دي معناها ايه؟ حط لي بعد الكلمه، علامه الدولار دي معناها حط لي بعد الكلمه رقمين، واحد من 0 ل 9 والتاني من 0 ل 9، عشان كده انا كتبتها مرتين. لو انا كتبتها كده بس كان هيضيف رقم واحد بعديها. طب انا عايز اضيف رقمين، اروح جاي اعملها تاني، سوري اروح جاي اعملها تاني. طب انا عايز اضيف ثلاث ارقام، اروح جاي مكررها تاني، وهكذا. طيب انا الرول دي اوريدي كتبتها، حتى لو جينا نعمل دبليو ونسيرش على ليست
دوت رولز. تمام اهي، اوصل عند ليست ضيفها في اي مكان مش هتفرق، يعني ممكن سيرش على ليست رولز نون وضيفها فوقيها، انا كتبتها ليست رولز ماي اون. اول حرف هيبقى كابيتال، بعد كده هتضيف لي رقم من 1 ل 9 قبل الباسورد، وتضيف لي رقم من 1 ل 9 بعدي، وتضيف لي رقم تاني من 1 ل 9 برضه بعدي، يعني هتضيف لي رقمين من 1 ل 9 بعدي، وتضيف لي رقم من 1 ل 9 قبلي، واول حرف تخليه كابيتال. وممكن تجنريت بقى اي كومباينيشن انت عايزها بالمنظر ده من خلال اللينك اللي انا حاطه لك. طب نجرب الكلام بتاعي، تعالى نفتح نانو جون 1 نشوف ايه اللي حصل. قال لك ايه، بص دايما اول حرف بقى ايه، بقى كابيتال تمام، وبيحط لك رقم قبليها ورقمين بعديها. ننزل تحت شويه، اول حرف كابيتال برضو بيحط لك رقم قبليها ورقمين بعديها. ننزل تحت شويه، اول حرف كابيتال اهو تمام، وبيحط لك رقم قبليها ورقمين بعديها وهكذا. دي كانت الرول بتاعتي اللي انا حطيتها من خلال اللينك ده. يعني انت مش شرط تقراه قوي، يعني هو اوريدي جون عنده كومباينيشن ممتازه جدا، انت مش هتحتاج تزود حاجه، بس انا بقول لك لو حبيت تزود فانت عندك القدره ان انت تزود. اخر حاجه، احنا كده اتعلمنا ازاي تجنريت باسورد من كرانش ومن كيول وتعدل عليهم بجون. اخر حاجه فاضله معانا البري بيلد باسورد وورد ليست. تمام، يعني في بقى وورد ليست جاهزه موجوده عندك في كالي. موجوده فين؟ في المسار cd user share word lists. اوكي، لو عملت ls هتلاقي فيها مجموعه من الورد ليستات، اوكي، حاجات خاصه بالباسورد وحاجات خاصه مش بالباسورد يعني. اوكي، اللي احنا دلوقتي بنترجتها هي روك يو. روك يو دي حاجه ضخمه جدا، اوكي، حتى لو عملت ls داش l داش ال f h على روك يو هقول لك ان مساحتها 51 ميجا داش اتش دي، بتعرض لك المساحه بالميجا. اوكي، ممكن نفكها ازاي؟ انا قلت لك بتخش على المسار ده وبتعمل جي زب داش دي وتدي لها الاسم. اوكي، جي زب داش دي وتدي لها الاسم، بعد كده ال اس، هتلاقي انها اتحولت من تبقى مضغوطه لفايل عادي جدا. لو عملت احصائيه بسيطه على الفايل ده، في كام سطر؟ قال لك بتاع ده في 14 مليون سطر و344 الف. اوكي، ففيهم حاجات ضخمه جدا ممكن تجرب. انا هوريك بس حاجه صغيره منه، هيد من روكيو، دي بعض الكومباينيشن اللي موجوده جواه. تمام، هو انا بكتب لك الموست كومن باسوردز. اوكي، ممكن تجرب تيل من روكيو، حاجات من الاخر، دول الحاجات اللي موجودين في الاخر فيه. تمام، فهو بيجرب كومباينيشن ضخمه جدا، ممكن برضو تستخدم دي او تعمل عليها مانجلينج، او تستخدمها مع الكلمات اللي فوق، او تاخدهم كلهم مع بعض وتعمل عليهم مانجلينج. هيكون عندك من الاخر فايل في كميه ضخمه جدا من الباسوردات، وانت عندك يوزرز، يبقى انت كده عندك يوزرز وانت كده عندك باسوردات. شغل اليوزر مع الباسورد على اي اتاك واستنى وشوف الريزلت هتبقى ايه. معلومه في البنتستنج، عمليه البروت فورس دي احنا بنعملها مع السكاننج عشان بتاخد وقت. الان خلص انا بقى السكاننج والاكسبلويتيشن والبوست اكسبلويتيشن مثلا، يعني يكون عمليه الباسورد اتاك دي طلعت ريزلت بقى في يومين، في 3 في 4. تمام، فباي ديفولت انا في البدايه بعمل ريكون ريكونسنس. تمام، في مرحله السكاننج لقيت يوزرز، حلو، بروح جاي احط في اليوزرز دول في فايل وجنريت باسورد. اوكي، ورنهم مع بعض، انا هقول لك دلوقتي ترنهم ازاي، وابدا اكمل في مرحله السكاننج عادي جدا. اخش بعد كده اكمل السكاننج واخش على الاكسبلويتيشن والبوست اكسبلويتيشن. عشان كده مرحله البن تيستنج بالنسبه لنا هم خمس، هم اربع مراحل: ريكون، سكاننج، اكسبلويتيشن، بوست اكسبلويتيشن. الباسورد اتاك دي مش مرحله، دي جاست توبك فرعي صغير انا بقوله لك بس في الاخر، يعني ده مش سيكشن، ده توبك فرعي صغير انا بقوله لك في الاخر، عشان ما لو ما عرفتش احطه لك مع السكاننج كان الموضوع هيبقى ضخم جدا. تمام، فهو انت في العاده بترن الحاجه دي بجانب مرحله السكاننج. تمام، دي جاست معلومه في البين تيستنج يعني تبقى عارفها. اتوقع كده خلاص الجزء الخاص بالباسورد جنريشن احنا خلصناه. الفيديوهين اللي جايين او ايا كان عددهم قد ايه او الجزئين اللي فاضلين، اوريك ازاي تلانش اونلاين اتاك وازاي تلانش اوفلاين اتاك. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.